مش هاخدك معايا تاني. هتاخديني كل مره تقولي كده وترجعي. تعالى هنا، تعالى هنا ولا يا ابنك، تعالى هنا. طيب بص، كل بوس بوس بوس. انت مين؟ عباس. عباس من حليمه. ازيك يا عباس؟ كنت بتعمل تحت سريري ايه؟ هكون بعمل ايه؟ كنت نايم. وانت بقى في بيتكم بتنام تحت السرير؟ ساعات فوق ساعات تحت. طايح فينا كده وهو ابن كرم يونس. امال لو كان ابن الهلالي كان عمل فينا ايه؟ صورته ما بتفرقش خيالي يا حليمة، وهو بيغرق في المية. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي. غلبت معاها يا حليمة، مش طايقاني. تقولي كنت جوز أمه مش أبوه. أهلا أهلا بجارنا الجديد. تطلع بقى علشان أوريك أوضتك. تعال اتفضل اتفضل. وما لقاش غطار رمضان عشان يسكنه عندنا، نسيت امضيها على الوصل. يا تحيه تحيه تحيه. ابوس ايدك تسمعني. طول عمري عارف ان ابن الهلالي بيسيبش دينه عند حد، بس ما كنتش اتخيل انه ياخد حق 100 جنيه بالسرعه دي. بس انا حكيت لك وانت قلت لي خلاص انا ما بقاش يهمني الماضي. وانا عندي وعد يا بنت الناس. اديني حطيت الفلوس كلها اهو. حلو كده. هو البرد جه بدري ولا انا متهيألي؟ صحيح احنا في سبتمبر مش كده؟ باينه كده. ألف حمد لله على السلامة، أخيرا نطقتي. ده احنا بقالنا ساعة ماشيين ما قلتش حرفين على بعض. واضح إن الكلام خلاص خلص. الكلام عمره ما يخلص. دور أنت وهتلاقي. عندك حق. الكلام موجود بس مفيش نفس. أغني لك؟ شكوكو؟ لا. طب كوبليهين لحلم. حاجة للست. بطل زن بقى يا طارق. لا مش عايزة بطل زن. انت مش طايقة لي كلمة. ولا طايقة لنفسي وحياتك. ما هو انت لو فضلت في المزاج ده الأيام مش هتعدي عليك. هي ازاي عدت عليك؟ ازاي قدرت تستحمل السنين تدهس حلمك سنة ورا سنة وانت مكمل عادي؟ عادي في الأول كانت مرحلة العشم. العشم إن السنة الجاية هتيجي فرصة. طب السنة اللي بعديها؟ طب اللي بعديها؟ بعد كده دخلت في مرحلة الزهق. الزهق من العشم. بعد شوية مرحلة كله محصل بعض. وأنا في أنهي مرحلة يا دكتور؟ العشم ولا الزهق ولا كله محصل بعض؟ استني أشوف. لا ها طمني. انتي كده في اخر مرحلة العشم يعني، شوية وهتخش على الزهق. 5 سنين عشم؟ انا تعبت. مش عارف اقول لك ايه. لو كنت نفعت نفسي كنت هقدر انفعك. طب واخرتها؟ تروح الجوفة؟ أروح أعمل إيه؟ أحرق دمي؟ طب هتروحي ولا إيه؟ زمانهم لسه صاحيين، مش عايزة أشوف حد فيهم. تيجي معايا؟ فين؟ حيرت قلبي معاك وأنا بداري وأخبي
والعامل وياك والعامل ويا قلبي. تفضل. وما فيش حد هنا ولا ايه؟ حليمة نايمة وكرم في البروفة. طب وعباس؟ عباس هيكون موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني يا عباس. أنا آسف. معلش. عيد النور؟ لا احنا طالعين قبطي. ليه؟ وإيه اللي لسه صغير. يلا روح حضرتك. يلا روح نام. يلا. اصحي يا ماما. ماما خير؟ خير؟ في ايه يا عباس؟ مالك؟ ابي طارق جاب قبلة تحية هنا في البيت وطلع بيها على الأوضة. الله يسامحك يا كرم. ما وصلتش الدرجة دي يعني يا أم. يعني راجل غريب وعايش معانا في البيت وما بحبوش وقلنا ماشي وسكتنا، لكن كمان يجيب ستات؟ خطيبته زي خطيبته، وبكرة إن شاء الله هيتجوزوا. يعني ما اتجوزوش لسه. بقول لك ايه؟ احنا مالناش دعوه بحد. اتفضل يلا على اوضتك روح نام. يلا عباس. يا بقت كده يعني ماما؟ ماشي، بس ما تزعليش، انا بابا لما يجي انا هقول له عشان يروح يطرده من البيت ويقول له ان ده بيت محترم ما ينفعش اللي هو بيعمله ده، عيب. ماشي. اهو انت كمان خلص الكلام منك اهو. ده حقيقي بس خلاص يعني مش داعي للكلام اساسا. انا هقعد نعمل ايه ولا ايه؟ يا عباس انت يا ابني. يمكن نام يا حليمة. ده كان لسه صاحي من شوية. اكيد في اوضته. مين؟ انا تحية. تحية عدو. ازيك يا ست حليمة؟ يوه معلش يا حبيبتي مش شايفة. ربنا يخليك يا حليمة، نور لنا بس احسن من الكعبة. استحالة يكون لحق نام. يا عباس طب ما انت صاحي اهو، امال ما بتردش ليه؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الكوبس ده في اوضتك؟ I love you so. أيوة يا أخوي
خلاص كفاية، نزلني. في ايه يا سونيا؟ تعبت ايه؟ مش قادرة اكمل، مش باين عليا؟ لا الكلام ده ما ينفعش، احنا لسه بادئين بروفا، ما ينفعش. طب ما تقولي نفسك يا اخوي، لما احنا لسه بادئين وبيحصل لي كده، امال في الاخر هيحصل لي ايه؟ ما تقول له حاجة يا سرحان. معلش يا سالم. خلاص يا سنية، ألف سلام عليك. برافو يا سوني، برافو. كنت حلوة؟ قمر. يخليك لي. وشوش يا اخويا وشوش، ما هو ده اللي انت فالح فيه. انا ما بوشوش، انا بشوف شغلي، وطول ما انت مش ملتزمه بالنص لازم اقول للاستاذ. ما التزمتش ومش هلتزم. لو انت فاكر ان الجمهور جاي يسمع الكلمتين بتوعك، لا يا عينيا، الجمهور جاي يشوف دول، وطول ما دول حلوين يبقى مش مهم خالص الكلمتين بتوعك. لا يا سنة، ما ينفعش الكلام ده كده على الملا. ملا؟ اصبر ملا روحي. ليه؟ هو في حد هنا فينا غريب ولا ايه؟ دي الحارة كلها قد كده وكلنا نعرف بعض. انت يا بتاع الكلام، عايزك. بقى الجمهور جاي يتفرج على الفخاد؟ يس. مش ناوي تقولي برضو؟ على فكرة انت ما سألتنيش، انت قلت لي ايه اللي جاب كوبس الكهرباء ده في اوضتك، وبعد كده قمتي واخداه ورايح على المنور مرجعاه، ومستنيتيش حتى لحد ما ارد عليكي. طب يا سيدي، اديني رجعت لك اهو عشان اسالك، عملت كده ليه يا عباس؟ عشان ده بيت محترم، عشان كمان حاسس ان قبل تحيه لازم تبعد عن ابي طارق. ايه ده ايه ده؟ انت مالك ومال الكلام الكبار ده؟ على فكره لو هتفضلي مستصغراني كده ما تكلمينيش في حاجه تاني وما تسالينيش في حاجه تاني. طب استنى استنى استنى، خلاص حقك عليا. انا عارفه يا سيدي انك انت كبرت وبقيت راجل قد الدنيا كمان، بس تحيه مش اختك ولا لينا وصايه على طارق. طارق مأجر اوضه في بيتنا، يعني بيدفع لنا فلوس. حافظها يا امي، حافظها الاسطوانه دي يا حبيبي. ده وضع مؤقت والحجه ليها احكام، يبقى مش من حقنا نساله مين اللي خارج ومين اللي طالع. حافظها يا امي والله. لا لا ست سوني، خلي الباب مفتوح، اصل انا مراتي بتغير عليا قوي. يا اختي عليك، انت يا راجل انت مش هتبطل حركات الواطيه اللي انت بتعملها دي. الله، انهي فيهم؟ اصل انا حركات الواطيه كتير قوي. نص ايه يا ابو نص اللي انا خرجت عنه؟ ايش حال ما كنت بهديك كل يوم؟ ايه؟ بتهديني؟ اه يا اخويا بهديك. لو انت فاكر ان انا بمونك بسعر السوق، لا يا عينيا، روح اسال بره واعرف سعره كام. اه، وقال لي كده؟ هو مين؟ وقلت له ايه؟ لما انت رايق قوي كده ومونون، امال محتاجه ليه؟ احتياطي. النهارده انت هنا، بكره الله اعلم هتبقى هنا ولا مش هنا. ليه؟ هتمشيني؟ انت اللي هتمشي لوحدك. اشمعنى؟ عشان التمثيل ده كيف لوحده، ما هوش كيفك يا سنية. غيرش بس الزمن العوج دخلك ركبت المسرح مكان دري. بقى كده؟ طيب يا عم التقاليد وزينة الرباية، يبقى خلي الست زفتة درية بتاعتك تمونك. قولي لي بس الأول، هي حتة الأفيون اللي كل يوم بتخسري منها سنة لحسابك دي، دي بجابها منين وراح بيها فين؟ مالكش دعوة، باخدها معايا في الساحة. يلا يا أخويا اتكل عشان ألحق أروح. الفلوس؟ عليها اقول لها ايه؟ ها؟ رد عليها تقول لها ايه؟ تمشيها، تطردها. هي سنية ممثله ولا بتفهم حاجه في التمثيل؟ ما تخليك واقعي بقى يا اخي. انت ما تنساش خطابه؟ خطابه؟ انا خطابه يا سرحان؟ ايوه خطابه. اكبر بقى وفوق يا اخي، وكفايه تلعب دور ضميري اللي ما تعرفش تمثل غيره. عندك الحسابات اهو، روح شوف الايرادات من يوم ما سنية اللي مش عاجباك دي حطت رجلها في مسرحنا. مسرحنا؟ تصدق عجبتني؟ مسرحنا ده كان زمان، لما كنا حتة عيالين في سنة وأهاليهم معرفوش يربوهم، ده كان مسرحنا.
مسرحنا كان الحلم، انما الواقع ان حضرتك رصتنا حوالين الهانم وكل واحد فينا بينتع من قلبه قال ايه بنمثل عشان الهانم تورف خدها للجمهور فتصرف علينا. والله يا طارق يا اخوي، وانت اول مره تصرف عليك مره؟ شايف اديك بتستفزني. الحق سرحان، دريه هتقتل سونيا. مني ولا يفكر يمد رجله هفرغ المسدس ده في نفوخه. بطلي جنان يا دريه. انت بالذات مش عايز اسمع صوتك. عقلي يا دريه وما توديش نفسك في داهيه. لو قدمت خطوه ناعي ناعي. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك، خليك مكانك. طب فهميني يا دريه انت عايزه ايه واحنا هنعمله؟ عايزه حقي يا طارق، عايزه الشاع عمري اللي اتخطف مني واترمى تحت رجلين المومس دي. مين اللي قال يديها الدور؟ مش انت يا دريه؟ دور ده دور ورا دور ورا دور ورا دور، حرام عليك. ده سنتين يا سرحان انا رجلي ما تمددش على خشبه المزرعه. بحق مين؟ بحق مين يا ولاد الكلب انتوا؟ طب يا اختي نزلي المسدس وندفعي. اخرس اوعي تسيبيه، لو نزلتيه حقك هيروح وهيرموكي بره زي الكلاب. انتوا اللي هتترموا بره زي الكلاب وهتشوفوا. هقتلها هقتلها. ايه اللي بتقوليه ده؟ دي اختك اللي هتتقتل. اختها بس بعد عنك الصرب. خلاص وعلى راي بدريه تحيه، طول عمرك موكوس بس عشان تبقي عارفه مش انا سبب وكستك يا تحيه. انت اللي موكوسه خلقه، ودور رابع العدويه ده رحامك اللي انت عشانها فيه ما يتخش في ذمتك. طلعت احمر، انت لسه ما تعرفيش تاخدي حقك ازاي، بس يوم ما هتاخديها تبقي اوسخ مني 100 مره. اخرسي بقولك. مش اخرسي. ما تخرسيش، طلعي اللي في جوفك يا بنت. انت اللي بتتكلمي على الصرم. راسي انت كمان. احنا لو شقينا صدرك مش هنلاقي غير غيره وحقد مكتوبين عليهم. تحيه، تحيه اللي من يومك وانت عايده نار بسببها، تحيه اللي اتعلمت وانت ما اتعلمتيش، تحيه اللي ما باعتش جسمها وانت بعتيه يا بت، تحيه اللي لو اشترت جيبه او بلوزه يوميها بتاخديهم وتغطسيهم في البطاس عشان يبوظوا وما تهناش بيهم، وغيره كتير يا سنيه. انا صحيح ما بعرفش ابيع نفسي كويس دلوقتي، لكن يوم ما هعرف اكيد مش هبقى اوسخ منك. دول اتنين اخرسوا بقى والا افرغ المسدس فيكوا. ده واحد واحد. وانا ما اتعلمتش ليه رحبك؟ مش عشان انتي واختك اللي بتتعلموا؟ بعت نفسي عشانكوا يا وطين، عشان اخرس بدريه وادخل ايش عشان تسيبكوا تفضلوا بنات بنوت. يا شيخة ده انا شلت قبل واحده غيري كان زمان على الظهر. جايه دلوقتي تقولي لي لا لا اللي بحقد عليكي يا اللي رحتي قلت لهم يسقطوني؟ لا يا تحيه لا، ميزانك مش هيطبط وبيدي الملاك في الاخر. تصيد؟ مين اللي قالك؟ لا يا رحمك. لا انت فاكره انا ما كنتش عارف حاجه زي دي؟ كده يا سرحان. ايه يا دريه؟ كده يا سرحان؟ كده يا ابن الكلب؟ تعمل انا فيا كده؟ حرام عليك. ليه؟ ليه؟ يا سرحان انا هوريك انا هوريك. انا ما كنتش اقصد يا سنيه، امك يوميها كانت عامله زي الطور العادي، مفيش حاجه هتوقفها ان شاء الله تقتلك. تحميني تقومي تموتي دنايا؟ تضيعي عليا اخر فرصه ان انا ابقى ام؟ هي دي الحمايه في عرفك يا تحيه؟ والله ما كنت اقصد، والله ما كنت اقصد. لو الكلمه دي بفلوس كان زماني عندي ولوفات مؤلفه في البنك من كتر ما قلتها لي. ما انا عمري ما حد قالها لي. ليه؟ انت فاكره ان انت لوحدك اللي شلتي الهم يا سنيه؟ انا شلت الهم اكتر منك. الهم من الشقاوه، سهر الليالي وباقي الجسم عشان خاطر الفلوس. الهم ممكن يبقى سر عرفتي بدري بدري من وانت صغيره، خلى شعرك يشيب والعمر ينط بيكي سنين وسنين لقدام. عارفة أمنا جسمها محروق ليه؟ مش كده؟ يلا نمشي من هنا يا سنية، يلا نمشي من هنا. رزقة رزقة خير يا استاذ؟ خير. عايز اطلب منك خدمه. ومنين؟
يا سنيه اللي حصل كده ده انا كنت اجيلك المرسخ. ليه يا اخويا؟ فاكره الكباريه اللي بيلم اشكالك؟ البروفه طولت. بروفه؟ فين الرزق؟ شكلك هتودينا في داهيه في الطريق اللي انت ماشي فيه ده. الطريق اللي انا ماشي فيه ده يا سنيه هو اللي بيوكلنا الشهد. ياكي تكوني فاكره ان التمثيل هو اللي معيشنا في نغنغه كده. ورحمه ابننا يا شيخ. ما طايق اسمع كلام عوج. ده ليه بس مالك؟ تعبانه. تعبانه بجد. تعبانه التعب اللي نفسي انام اقوم. في بعد الشر عليك يا سنيه. ما تقوليش كده يا اختي. لا والله فيك الخير. سنيه. احنا جوازنا كان جواز مصالح بس لو بعد 5 سنين عدوا علينا على الحلوه والمره لسه عندك شك اني بحبك يا بت يبقى انت قلبك قاسي. قاسي قوي يا سنيه. وانت قلبك عمره ما كان قاسي. قاسي من يوم ما دنايا مات. طب خليه يرق بقى عشان العيل اللي مرمي جوه ده. سيد الشحات قلت بدل ما ياخده ويعمل فيه عاهة زي ما بيعمل مع اي عيل مخطوف عشان يسرح بيه طب ما اشتري منه انا الابن يا سنية مش اللي بنخلفه بس لا الابن اللي بنربيه وانت ايام ما كنت بتسرحي ما كانش ينفع تحبالي كان خراب بيوت عليا وعليك يا اختي وكان لازم تسقطي وخلاص ربنا حرمنا في ايه بقى لو العيل ده تكتب باسمنا طب انا يا احسن اسيبه لسيطة ويقطع له رجل ولا يفقع له عين ويطلع شحات ولا نربيه احنا واكيد برضه هيبقى له حوجه حوجه ازاي يعني تخيلي معايا كده سوسو عيل زي القمر عنده 6 سنين وجيوبه مليانه افيون ومعدي جنب قدها اسم ابليس حد يشك ده محدش شيش جوهر شيش جوهري يا حلوه شيلي بقى كل اللي على الارض كده بالصلاه على النبي عليك يا ست بيره عليا النعمه لو ما جبتيهم لقلعت بلط في وسط الحاره وانا يا اختي من امتى اكلت عليك تعليق طب ومنتي دلوقتي ما اشوف المعكوسه اللي دخلت من غير ما ترمي المسه دي فوتك بعافيه الله يعافيك السلام لو انا اللي دخلت عليك وانت قاعده مع واحده صاحبتك وما رميتش المسه يا لهوي كان زماني باخد درس في الذوق والاخلاق دلوقتي والنبي يما انا مش فايقه لك ولا فايقه لنقارك لو كان فؤاد مش بايت مع عليا انا كنت رحت بنت الليله دي عنده مال صوتك مبحوح اصل كنت بغني النبي ايه
بتقولي كده نار؟ ده انا ما شفتكش كده من سنين. مش قادره اشيل السر في قلبي لوحدي ياما، خصوصا ان انا بتعاير اني ما شلتش هم. ايه اللي فكرك باللي زمان نساهولنا دلوقتي؟ تعبت. يا سلام، ما كلنا تعب، كلنا طالعين عين اللي جابونا في الدنيا دي. يطلع عيني وعين اهلي اللي جابوني كمان على حاجه انا السبب فيها. بس اشيل ذنب حاجه انا ما عملتهاش واتحاسب عليها وابقى شايله همها ليه؟ عشان نصيبك كده يا حبيبتي، تطلعي حماله اسايه وشايله هون زيهم. بلكي بنتي يا توحه، ده انا يمكن الحاجه اللي بعدتني عنك خلتني حتى مش طايقه ابص في وشك الحلو ده، وشايفاكي شايله السر في قلبك وكاتمه ومستحمله. مش عايزاني اقول ليه؟ لو كنت بتحبي كنت افهم، لو في بينك ود برضو كنت هفهم، بس ده انت ما بتكرهيش حد قده ياما. ما بحبش حد في الدنيا قدكم، قد عيالي. انت بس الزمن نساكي القهر اللي كانت جواكي ساعتها، وانا عشت عمري قد ما عشت فيا لعبه وانا عارفه، بس عمري ما سمحت لاي حد في الدنيا تحيا انها تكسر نفس واحده فيكو. لا. طب ليه يا ضناي؟ يهون عليكي تكسري نفسهم دلوقتي؟ سيبيني لوحدي يا ماما. لا، انا هرقد جنبي. بلاش تمثيل يا ماما، انتي لسه قايلها من شويه مفيش حاجة بعدتك عني وكرهتك فيا غير اني شايلة السر في قلبي وكده، وعايزاني افضل مكملة كده. انتي كمان كملي كده، خليكي زي ما انتي يا بدرية. ايه عمرك تعبانه يا توحه؟ ممكن تلعبي يا اختي بعرايس بنت خالتك جرائيه يعني بدل المشوار اللي رقعناه الصبح ده. ما بحبش العب بلعب حد يا اختي. على علاقتك ما بحبش العب بلعب حد زي اخواتك يا اختي. وماله، عجبك العروسه اللي جبتها لك؟ اه. يا بنتي اللي حلوه حبيبه امك، تعالي يلا. اوف يا لهوي، وابوكي بيسخن ميه ليه؟ هيستحمى تاني؟ خش يا تعب قلبي خشي. انت فين يا عبد؟ ما حصلش حاجه. اسكتي. هيا يا عبدو. اتكلمي يا مارا. في سريري؟ اسكتي يا بدريه، ما حصلش حاجه. في سريري يا عبدو. اتكلمي يا بنت الكلب، بلاش فضايح. لسه شفتك فضايح. Thank you.
سلام قولي من رب رحيم. اشمعنى؟ شفت امك اروح امك؟ خير يما في ايه؟ من بكره مفيش تمثيل، على الاقل في الفرقه بتاعت اختك. ده كلام ما فيهوش رجعه. شفتكوا بعافيه. قعدت الام واجبه. يعني ايه الكلام ده يا سنين؟ يعني ايه مش عاوز امثل؟ مش همثل. هو انا بتكلم لو اندي مش عايزه امثل تاني. لقد قررت ان اعلن اعتزالي. وضحت كده؟ اسمعيني يا سنين، مفيش حاجه اسمها مش عاوز امثل. ليه؟ هو التمثيل غصبانيه؟ لا مش غصبانيه، بس عاوز افكرك يا سنيه انه في التزامات، في عقد. خلاص روح اشتكيني للحكومة، خليهم يجرجروني كده من قفايا لغاية عندك عشان امثل غصب. ها ايه قولك؟ ايوه كده، دخلنا حبايب نخرج حبايب. سلام. فوق. حصل يا ستان. اسمع يا ابني، اطلب لي دريه بسرعه. الو، سنية يا نعم.